تواترت منذ إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب، تواترت بيانات تحمل مواقف بلدان أوروبية عديدة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكن هذه الدول لم تذكر كيف تريد المضي قدما في علاقاتها التجارية مع المغرب في ظل حكم نهائي من أعلى هيئة قضائية أوروبية. هذا ما سنعرفه مع ضيوفنا الكرام من الرباط. ينضم إلينا الأستاذ عبد الهادي المزراري الكاتب الصحفي، ومن بروكسل الزميلة هالة الساحلية الصحفية المختصة في شؤون الاتحاد الأوروبي. أبدأ معك هالة، بعد الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية صارعت المفوضية الأوروبية للتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط كما تقول الاتحاد الأوروبي بالمغرب، هل في ذلك تخفيف من 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 حدة القرار أو لربما رفض ضمني له؟ أعتقد أنه بحسب معلوماتي الأولية أن الاتحاد الأوروبي وخاصة المفوضية الأوروبية لم تنتظر هذا الحكم، وإنما سعت منذ السنة الماضية، أي منذ انتهاء صلاحية الشق أو اتفاق الصيد البحري، إلى تكوين لجنة مشتركة مع السلطات المغربية المختصة للعمل أولا على تقييم هذا الاتفاق، ثانيا على مواصلة العمل به على أقله على المستوى الفني والتقني، خاصة أن هذا الاتفاق اتفاق صيد البحري لا يقف عند صيد الأسماك، وإنما هناك برامج وأبحاث علمية تعليمية، هناك تطوير للأسطول المغربي وغيره من البرامج المشتركة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وخاصة المفوضية تسعى لحد الساعة كما ذكرت حسب معلوماتي إلى العمل بالتنسيق مع السلطات المغربية لإيجاد حل. لكن يا هلا، الآن هناك قرار نهائي غير قابل للنقض أو التفاوض، وحتى تتضح الصورة أكثر، هل تملك المفوضية الأوروبية من الناحية القانونية خيارا غير الالتزام بقرار أعلى هيئة قضائية أوروبية؟ لربح الوقت أعلنت المفوضية على لسان ناطقها كما تعلم بأنها ستبدأ بالبحث والعمل على النظر والتدقيق في هذا الحكم الصادر، ولكن هذا يعني كما ذكرت هناك سنة سلفا تم البدء على العمل على مسودة بروتوكول جديد، ما يعني أنه سيتم في هذا البروتوكول الجديد الذي يتم العمل عليه بين المفوضية والسلطات المغربية الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي جاءت من قبل المحكمة. طيب، المطلوب من المغرب هو أن يضع دليلا على منشأ المواد الزراعية أو الأسماك في حال اتفاقية الصيد البحري على المنتج، هل المغرب سيقبل بهذا البند في نص قرار المحكمة أستاذ عبد الهادي؟ أولا وقبل كل شيء يجب أن نشير إلى نقطة مهمة فيما يتعلق ب قرار محكمة العدل الأوروبية، وهو أن ننطلق من البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن هذا القرار يعني الاتحاد الأوروبي ولا يعني المغرب في شيء، وأنه لم يشارك في أي طور من أطوار هذه المحاكمة، كما أن هذا القرار يعتبره المغرب هو محاولة يعني ذات طابع سياسي من أجل التأثير على علاقته مع الاتحاد الأوروبي، والجواب يأتي من المفوضية الأوروبية وكذلك من الممثل السامي للاتحاد بأن العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد هي مبنية على علاقة على أسس استراتيجية وتستند إلى عقد، وهذا العقد كما جاء في تصريح المسؤولين الأوروبيين هو شريعة المتعاقدين. بالنسبة للمغرب ينظر إلى قرار المحكمة العدل الدولية، هو كما قلت في البداية محاولة للتأثير على هذه العلاقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. لكن أستاذ عبد الهادي، أيا تكن نظرة المغرب لقرار المحكمة إن سمحت لي،
هو أغلق الباب، هذا القرار أغلق الباب على منتجات زراعية وبحرية مغربية، باب سوق أهم سوق في المنطقة وهي السوق الأوروبية المشتركة. هذا الكلام صعب جدا ومعقد، لا يمكن أن نقول بأن المغرب أغلق، بأن هذا القرار أغلق الباب في وجه المنتوجات المغربية إن كانت فلاحية أو كانت كذلك بحرية، إلا إذا قبل الاتحاد الأوروبي بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية. كما لو سمحت لي بأن أقول لك بأن المشكل الآن هو في الملعب الأوروبي، هل المؤسسات الأوروبية قادرة على الامتثال وعلى تطبيق هذا القرار أم لا؟ وهنا ما سننتظره. والمغرب كان قد كما تفضلت الضيفة الكريمة كان قد استعد مع الاتحاد الأوروبي لمثل هذا الاحتمال، فضلا عن ذلك بأن هذا القرار في حال تنفيذه سيخلق مشكلة داخل الاتحاد الأوروبي، لأن هناك دول في الاتحاد كإسبانيا البرتغال وغيرها تستفيد كثيرا من أسطول الصيد البحري في المياه المغربية، والمغرب سبق وأن أغلق الباب في وجه أي تعامل اقتصادي أو شراكة تجارية مع أي طرف كان لا يعترف بالسيادة الكاملة المغربية على ترابه وعلى كل أجزائه. كما أن هناك نقطة مهمة لا يجب أن ننساها جدا، وهو أن المغرب لديه بدائل. المغرب سبق وأن فتح باب شراكات. هل تسمح لي أن نعود لمسألة البدائل في سياق حديثنا في المرحلة المقبلة؟ سأسألك في هذا الاتجاه عن البدائل التي هي متاحة بالنسبة للمغرب، أو على الأقل يلوح بها المغرب كورقة. أستاذ هلا، هذه ليست المرة الأولى التي يبطل فيها القضاء الأوروبي اتفاقية تجارية مع المغرب تشمل منتجات صحراوية المنشأ. ألا يكشف القضاء الأوروبي أن بروكسل ربما تدعم تحت الطاولة مقاربة الاستفتاء ولا تعترف كاتحاد أوروبي بمقاربة الحكم الذاتي التي يروجها المغرب؟ هناك فرق بين دوائر القرار في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من جهة والمنظمات الحقوقية من جهة أخرى. الخط السياسي الرئيس لدى الاتحاد الأوروبي ودوائره وهي أنها تدعم تحت الطاولة سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية كما يعني يصطلح ذكرها في الاتفاق، بما معناه أنها هي مع الخطة أو الورقة المغربية التي قدمتها السلطات المغربية، سلطات موسعة أو حقوق موسعة للإقليم، مع أن تكون هناك سيادة على كامل الأراضي المغربية على المستوى الدولي. هذا التوجه الاتحاد الأوروبي ولكن غير الرسمي غير المعلن. يبقى أنه البرلمان السابق كان ضد هذه الورقة، ضد هذا التوجه، لهذا شهدنا عملية شد الحبال بين البرلمان الأوروبي من جهة والمفوضية الأوروبية من جهة أخرى وباقي دول الاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق في الوقت الحالي بالبرلمان الجديد فأنه سيذهب بهذا الاتجاه، هناك توجه نحو رفع الغطاء حول هذه المواقف الضبابية للاتحاد الأوروبي لأنها باتت مجبرة هذه البلدان على يعني تقديم موقف واضح وثابت لسببين أساسيين. السبب الأول هو كما ذكرت قرار المحكمة، محكمة العدل الأوروبية. ثانيا أن المغرب في الوقت الحالي لديه من الخيارات في أنه يتجه إلى بلدان أخرى. منذ ساعات عندما تم يعني إعلام الاتحاد الأوروبي بأنه تم توقيع اتفاق صيد بحري مع روسيا، يعني هناك نوع من الضغط الغير مباشر الذي يتم على دوائر القرار هنا في بروكسل، حتى ولو أن هناك يعني خلايا مشتركة، هناك لجان مشتركة. وبالتالي يجب أيضا النظر إلى هذا الموضوع بجدية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي منذ 2021، وهنا نتذكر أنه عندما تم إقرار أو يعني طلب المحكمة وقتها بأن يتم إلغاء هذا الاتفاق لم يتم إلغاؤه وبقي العمل به جزكا إلى حدود 2023، وهذا يؤكد على أن الاتحاد الأوروبي ماضي في هذا الاتجاه. يبقى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن هناك تسريع لهذه الوتيرة، ذهاب الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرباط وأيضا يعني العمل على الضغط وحشد
باقي الدول الأعضاء للذهاب باتجاه القبول بالورقة المغربية، هذا يعني يصب في كل هذه الموقف الضبابي الذي سعى الاتحاد الأوروبي إلى إخفائه لمدة سنوات. لكن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي نتحدث بشأنه ورقة بات مناهضو المغرب والمدافعون عن الانفصال، انفصال الصحراء الغربية، يعتبرونه وثيقة تؤكد بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستفتاء هو الحل، لأنه تحدث في طي الحكم عن قرار الشعب الصحراوي، وتحدث عن أن المضي قدما في العمل بالاتفاقيتين رهن بموافقة سكان الصحراء على ذلك. ألا يعد ذلك أستاذ عبد الهادي ضربة للجهود الدبلوماسية المغربية رغم ما تفضلت به الأستاذة هلا؟ إطلاقا لا يمكن أن يعتبر ذلك انتصارا للمناهضين للوحدة الترابية للمغرب، ولا يمكن أن نعتبره هزيمة للمغرب. لماذا؟ أولا وتعقيبا على ما قالت الضيفة الكريمة بأن الدول في الاتحاد الأوروبي تعترف من تحت الطاولة بالسيادة على المغرب، وفي المقابل أنها تشهر من حين لآخر مثل هذه الأوراق، أنا أعكس لكم الصورة وأقول لكم بأن الدول الأوروبية تعترف فوق الطاولة بمغربية الصحراء وبسيادة على هذه الربوع. هناك الآن الاعتراف الألماني، الاعتراف كذلك الإسباني، والاعتراف الفرنسي، فضلا كذلك عن اعترافات دولية أخرى وزينة. وهناك العديد من الدول في إفريقيا ومن خارج إفريقيا في العالم العربي ومن أمريكا اللاتينية فتحوا قنصليات في هذه المدن. فيما يتعلق بما يمكن أن يقال ويستنتج على أنه انتصار للأطروحة الانفصالية، ولو أنه انتصار يعني بين مزدوجتين، أقول لكم بأن قرار محكمة العدل الأوروبية جاء كما يقال في بعد منتصف الليل، وأن أثار خلقت ستخلق جدلا داخل الاتحاد الأوروبي وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، هذا فضلا عن الوضع الذي لا أقول إلى حد ما متأزم ويعيشه الاتحاد، خاصة في الظرفيتين الإقليمية والدولية الراهنة. أما عن المغرب فكما سبق وأن أشرت، وضع قاعدة للعلاقات التجارية وللشراكات الاقتصادية مع أي بلد كان، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس عندما قال بأن مغربية الصحراء والسيادة المغربية على هذه الربوع هي المنظر الوحيد الذي ينظر به المغرب إلى تقييم هذه الشراكات وصدق الصداقات. ونحن نتحدث أستاذ عبد الهادي عن التقييم ووجهة نظر المغربية، الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحديدا لا تحظى بشعبية كبيرة بين المغاربة، إذ يعتبرها مغاربة كثر مدخلا لنهب ثروات المغرب الذي يعاني ميزانه التجاري من عجز هائل مع الاتحاد الأوروبي، بينما يرتفع معدل الدين العام وتكاليف ذلك الدين التي يتحملها المستهلك البسيط، ناهيك عن ارتفاع حتى أسعار الخضروات والأسماك بسبب التصدير. ما رأيك في هذه المقاربة؟ هو كما نقول بأن بعض الأحداث تأتي دائما في موعدها، وبالتالي أعتبر شخصيا أن ما يتداول بهذا الشأن خاصة بالنسبة للأطراف التي تنتقد هذه الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نحن نرى بأن نقول في بعض الأحيان بأن المغرب يحصل على مجرد فتات إن شئنا من هذه الاتفاقيات، بينما المستفيد الأكبر هو الاتحاد الأوروبي. نحن رأينا وسنرى كيف ستعارض دول كثيرة في الاتحاد قرار محكمة العدل الأوروبية، لأنه قرار يضر بمصالحها بالدرجة الأساس. ولكن كما لاحظنا يعني في السنوات الأخيرة أن المغرب بدأ يتجه إلى خيار التعامل بالند وخيار قاعدة رابح رابح في المعاملات التجارية، ربما سيكون هذا منعطفا حقيقيا لتغيير أسس التعامل في هذا الموضوع. لا يجب أن ننسى بأن كما تفضلت بأن هناك ميزان لصادرات كثيرة للمغرب، بأن المغرب يجنح لأن يكون مثلا خاصة وأنه يتوفر على الفوسفات وعلى أكبر ثروة من هذا المادة التي تدخل في كعامل أساسي ومهم في صناعات في تنمية الثروة الزراعية والثروة الفلاحية عموما.
وبالتالي أرى شخصيا بأن الفرصة سانحة للمغرب من أجل أن يعيد ترتيب أوراقه في البروتوكول الذي أعيد يعني التوقيع عليه في اتفاق الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، ترك هامشا للمبادرات والعلاقات الثنائية مع البلدان الأوروبية، وهنا سيكون التغيير حسب ما أعتقد. طيب أستاذ هالة، أي جهة، والأستاذ عبد الهادي يقول بأن المغرب يحصل على الفتات كما قال من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، من هنا يتساءل كثيرون أي جهة ستتحمل الضرر الأكبر؟ بحسب مصادر أوروبية المغرب يحصل، وبحسب ما ورد في التقرير، 208 ملايين يورو مقابل سماحه لحوالي 130 سفينة أوروبية بالصيد في مياه الأطلسي، لكن سوق العمل الإسباني لوحده سيخسر 6000 وظيفة على الأقل. أي طرف هو الخاسر؟ إذا أخذنا بمعدل الحسابات الأوروبية فأن دول الاتحاد الأوروبي هي ستكون الخاسر الأكبر، من منطلق أنه لما أول اتفاق تم أو بروتوكول وضع كان في 2014 إلى 2019، هذا البروتوكول كان يعني ذاهب في صالح يصب فقط دول الاتحاد الأوروبي، ولكن في 2019 لما تم تجديد لهذا البروتوكول يعني المباحثات والمفاوضات المغربية الأوروبية بضغط من البرلمان الأوروبي آنذاك أدت إلى ترجيح الكفة قليلا لصالح المملكة المغربية. ما يحصل حاليا ومن خلال يعني تحريك المغرب لبعض الأوراق لبعض الشراكات، فتح الباب أمام بعض شركاء جدد، هذا كله يدفع باتجاه أنها يعني تضغط بطريقة غير مباشرة على دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا فرنسا وألمانيا للذهاب قدما في تقديم المزيد من التمويل، تقديم المزيد من الشراكة والتعاون والتنسيق، خاصة كما ذكرت أن هذه الاتفاقية هي لا تقتصر فقط على الصيد البحري. يعني مثلا الحكومة الإسبانية بدأت تشهد نوع من الامتعاض من قبل بحارتها على اعتبار أنه لم يتم لحد الآن التجديد للتراخيص، هذه التراخيص التي رأينا منذ 2019 إلى حدود هذه السنة تتضاءل ينقص عدده، وهذا من خلال الضغط غير المباشر للمملكة المغربية على دول الاتحاد الأوروبي.